ايه مجمع الفرنك من هنا واه قولي ما ديال اليوزن هادو كامل خسرات اوه شو باقي كيترعك بادي الله صور بادي والله ولا البحر يلا البحر ولا البحر سوق السمك بالجمله السردين 180 درهم واصل 10 درهم الكيلو جمال الجمله وما كاين فوق ليرة اما الحوت البيض لا شف شي والسردين المليح راه عند الناس إذن متابعينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء من سوق الجمله للسمك يعني ايام بعد العوده ديال الافتتاح ديالو بعد عيد الاضحى الحوت تقريبا في المرسى قليل وقليل بزاف خصوصا لو هضرنا مثلا على الكروبات الحوت ديال القشره كنقولوا ما كاينش السيد وقيله كاع هذا راجع بلاش مسكين شويه هذا راجع دابا بلاش ما تقداش بحكم القله ديال الحوت السلام عليكم السلام خويا بخير الله يحفظك الحمد لله الله اليوم باش تقدا الحوت ان شاء الله ما لقيتيش لقيتي قليل حوت غالي شويه كاين الثمن مليح ديال والحوت البيض جوج السردين كاين شويه الحوت البيض قليل ما كاينش السردين جوا قليل البيض والو ما كاينش غالي كاين الثمن واش هادشي زعما بحكم الموسم هادشي كيكون موسمي ولا بحكم الغلا ولا شنو المشكل خويا الماتور تاوش بحكم الغلا والبترول والشله دابا انت ترجع ما تقديش ما والو واعلى مولانا كلشي على الله الله يسلمك خلاص تقول كل ما اخلوش مغلف سميتو ما بقاش ترونسبور السلام عليكم اليوم كيدير الماشي ديال السوق غالي شويه المليحه غاليه السردين مليح غالي دابا السردين شفناه حتى هو من قارد وبلا ما ندوي على الحوت البيض اللي ما كاينش قليله بسبب المازوط ما كي بنادم كيجي غالي شويه كيدخلوا ما كيجيبوا والو كيخرجوا راه داك الشيء اللي كاين كيدخلوا السياده شل هما كيجيبوا والو بسبب المازوط كي مثلا ذاك العام هاد الموسم هذا الصيف ذاك اللي فات كان موجود شويه السردين كان مليح موجود والله يصوب ما كاينش الحوت ما لقيتيش الثمن اخويا والله العظيم الثمن والسوق دابا كيستغلوا هاد النقطه هذه دابا ديال السوق قال لنا بصراحه اخويا الله يرحم لك الوالدين شنا اخويا السمك كيكون سميتو دابا حنا دابا السردين عشان نلحقوا في الصباح كندير 90 درهم لحقوا دابا 120 درهم شحال غيتقام لنا حنايا عاد زيد ترونسبور اخويا وزيد العشر كنخرجوا في السوق اش غادي ناكل يعني غيطلع لك هنا بواحد 7 8 دراهم مشى غنبيعوه ب 10 دراهم كاين اللي كنبيعوا واش كنسرحوا ليه هنا 5 دراهم 6 دراهم والله عليك اودي ما كذبش السردين الاصغر ديالك ما بقاوش اخويا سمعتيني خدي اخويا الناس ببساطه كاع الحاجه اللي رخيصه ديال الدرويش الله اخواتها غلاو علينا سوا في العدس سوا في القطاني كاع الحاجه ديال الدرويش والله اخويا تزادوا فيها هذا الله الله سيدي لا هذا الله كنطلبوا حاجه واحده الله يجعل ربي يرحمنا والله يدير شي تساوي الله يحفظنا اخويا هذا الغلاء هذا امين هذا ما كان حاجه اخرى الله يخلي لنا الله يرحم لكم الوالدين الله يخلي لنا الصحيحه ديالنا راه ما كاين حتى واحد ما كيعقل علينا والو على الله ولكن الصحه تما الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين الله يسهل عليك الله يحفظك الله ودي غادي لها حتى الفلوس تما والخير راه عندنا رزقنا هات راه بين والله ما مقدي حبه بالله هاد المرات كيدخل مثلا هنا السردين بالله الشناقه ولدي هما اللي محركين السوق مخسرين السوق والله العظيم ما حلو بنادم وما كاينش شي جمعيه اللي تقدر تناقش معاك الجمعيه كاينه دير اليد معاهم اصاحبي الجمعيه راه هي المشكل الكبير الشناقه دابا انا باش نشرحوا للناس دابا مثلا واحد كيدخل كامير كيبيعوا لواحد وهذاك الاخر كيبيعوا الاخر وكل ما ولدي اتصلت ليا كلهم دايرين اليد مع بعضياتهم داك الشيء خدام على التليفونات اصاحبي الله يرضي عليك راه على التليفون كيزيدوا السوق اللي بغاو كيديروا اللي بغاو معلومات كتكون مثلا السردين لا حقر غير 70 درهم كيقول لي اودي راه حنا جايبين على الفياج زيد 1000 فرانك لحقوا 80 تلحقوا 100 درهم بحال اليوم لحقوا 12 فرانك اصاحبي شمن تولي انت تاخذوا هنايا طالع لك زيد ترونسبور اخويا وزيد الله يدير شي تساوي والله يحيد لنا اخويا هذا الغلاء الله يجعل ربي يدير لنا شي تساوي لا شي اللي تبارك الله عليك الله يسهل عليك اخويا الله يسهل الناس يعطيونا شي ساعه خلونا نترزقوا الله وصافي يومين داخلين الثمن طالع
ديروا معنا مزيان خليني نمشيو نطرا شي خلو. واحد اللي كيراقب الاثمنه لداخل واخا شي راقب باش يجي شي هضر التليفون صافي شي بقاو يديروا اللي بغاو وراه شي جيت منا هو يديروا معنا مزيان يقصوا لنا الحوت شويه الله يحفظك عبد الرزاق خويا تبارك الله عليك خويا عبد الله يعاون خويا عبد الله شامو خويا كلشي اليوم اخويا غادي نفس السردين اخويا دابا السردين مشري ب 180 درهم السردين مليح مليح يعني السردين مشري ب 180 ريال من راسو واش غادي يعود السردين السردين غادي اليوم اصلا شكون يدي السردين واش اصلا هو كل العصا اخويا خصوصا صحاب المناطق الشعبيه دابا حد دابا ما سوق لي سانس غالي غيبقى ديما الحوش غالي الدجاج غالي طاطا واصله 100 ريال 120 وبالدروش مقهوره صاحبي ولا اله الا الله صاحبي والدروش غيموت والتقهر صاحبي غتصل 90 درهم بنادم خدام ب 40000 ايوا 100 درهم يلاه تخيل معايا بنادم خدام بنادم خدام ب 40000 الشهر 50000 وكيخسر 100 درهم النهار كيخسر 100 درهم والدروش قهر شو ولا يشوفوش المليح لا اله الا الله اه والمليح والمليح غادي الاريون العلم هذا صوتا والشاري وزين كيلو ب 10 درهم 100 درهم ديال الغسيل وابار عتاني السيكيريتي 100 100 محشوماش عليهم كيبقى يمشي لك غادي عيط الدري والهراويين اللي مات لحرق راسه هما الاثنين عطاهم 10 درهم قالوا لي خويا اسمح لي واحد الدقيقه الله يحفظك وصاحبي واحد الدقيقه خويا الله يحفظك السلام عليكم خويا 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 السلام عليكم بلال الاولى خويا الحوت الحوت من الكازا الهرابه وشناخو الدايل الجديده ديال الشوايه صوت الليل خلاها في اسو جديده الشوايه محمر 170 سياد ديال الليل كيبيعوا في اسو جديده في الموسمات في الموسمات الشوايه والهرابه كيبيعوا في الكازا دابا الاثمنه اللي بانت انت واصله 170 170 كان الحوت مزيان 100 درهم لا تهضر معاه علاش تهضر معاه لا تهضر معاه تهضر معاه الحوت مزيان صح هاد الايامات الاولى كان عيا مليح وكان العماره كانت ماشي فرق دابا الهرابه جايبه لنا وكيبيعوا فيها ب 130 140 150 درهم 170 درهم الشناقه اللي هازها الشناقه اللي كانت 170 تولي 4-5000 ريال الشناقة شي كيبيع شي كت الشناقة ديال غزة هو الشناقة الحوت هذا حوت عيان هذا صاحبي هذا ناخذ ناخذ مليح مليح من هذا الشن الشن فيه الشن فيه الشن فيه 12 كيلو ب 4000 ريال 10 10 10 ريال شوف من هنا غاديين دابا خاص بحال ضربنا بالميزان هذا منكر 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 حسب الله نعم الوكيل حسب الله نعم الوكيل حسب الله نعم الوكيل منكر هذا هذاك الشناقه واعرين اخويا الزين هذا خليله 80 درهم والشري هذا شتو كتاخذوا في الايام 4000 ريال 2600 2400 هذا خويا الشناقه الشناقه ودي بحال الشناقه صاحبي الشناقه ما كاينش اللي يهضر معاك الا كان الحوت الا كان الحوت ب 1000 ريال كيولي يوصل 4-5000 ريال دابا تيدي 80 درهم في الصندوق هو في 12 كيلو ثمن 4000 ريال شحال جات 10 درهم الكيلو 2400 12 كيلو 12 كيلو 12 كيلو 12 كيلو 5000 ريال 5000 ريال هذا عيان حوت عيان ب 5000 ريال دابا حتى انتم بالاثمنه ما كيخليوكم تجيبوا مثلا الوفاء بحال شاري بحال شاري حنا بالكيلو كيلو بحال شاري بالكيلو شارينا باش نصلحوا حنا لولادنا ما عندنا لا سكن لا عمل لا والو ما عندنا لا دار لا خدمه حتى حاجه عاش الملك عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش محمد السادس الله يستروا علينا وعد دقيقة الله يخليك الله يفرجها وعد الخواد اللي مسكين ديال حي المريم الدراري كانوا قدموا راسهم جوج لقاو 15 عام الله يفرجها عليهم في هذا النار هذا سيدنا نسأل الله اعطيني هي الملكية اعطيني اعطيني كريمة ويعطيني سيدنا في 2011 وداها بكيرن الدارية بكيرن وداها بكيرن 2011 لا دخل الدارية إذن متابعينا الكرام من سوق الجمله للسمك شفنا تبارك الله الاثمنه كيفاش طالعه نتمنى من الله انه تكون شي لجنه ولا دير شي زياره مركزيه هنايا وتشوف ميدانيه هنا وتشوف وتشوف شحال وصل سيدنا محمد السادس عطيتك تكريم دارنا من كيلان 2011 دارنا من الرباط قالنا غادي يجيكم شي حل مجانا ان شاء الله نشوف معاك دابا
شوفوا دابا تمسح الله يفرج على هاد الخوادري اكرم ديال حيله لمريم. امين يا ربي امين. شوف كل واحد كل واحد سدود الله. اسمع 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 تعال تعال واحد دقيقه وضربكم خوادري مالو مسكين.